خلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير عليك يا لمي. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانه، وصباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان. جمانه عليك يا رأى. هديها فرصه تانية. صباح الخير يا لمي. قول لنا بقى امتى بتدي فرصه تانية اللي قدامك؟ هل انت اصلا من الاشخاص اللي بتدي فرص تانية للاخرين ولا لا؟ انا بصي، انا بدي فرصه لنفسي في الاول، لانه انا من الناس اللي ما بحبش ازعل حد وما احبش حد يزعل مني. وبحس ساعات ان انا بتبقى عندي مشكله، انا مش بعرف اوصل وجهه نظري بشكل، يعني لازم اقعد اكرر في كلام كتير عشان اعرف اوصلك اللي انا عاوزه اقوله من غير ما اضايقك. فالفرص اللي بديها طبعا بديها ناس كتير، عشان انا ما بحبش فكره الفقد، ان انا ابقى مزعله حد مني او حد زعلان مني بتضايقني جدا جدا. حتى لو جيتي على نفسك؟ عايزه اقول لك على حاجه، موضوع الناس اللي هي بتدي فرص لناس او معطاءه دي، يعني ترجمتها في التحليل النفسي ان هي خايفه من الفقد، مش بتهين نفسها او مش بتيجي على نفسها. يعني العطاء اللي هي بتديه، هي خايفه تبقى وحيده او تبقى تفقد الناس اللي بتحبهم، دي ترجمتها النفسيه. لكن خليني اقول لك انا بدي فرص للناس اللي ما يهمونيش اكتر بكتير من الناس اللي تهمني، لان اوريدي الناس اللي بتهمني بكون بالفعل اديتها كتير من الفرص وكان العطاء ناحيتها يعني كتيره جدا. لميا انت بتدي فرص من الناس اللي بتدي فرص. بدي فرص بس بتوصلي لحد مستوى معين وتقطعي بقى خالص، بس انا مش بعاتب، انا بتجاهل تماما. يعني دي اخر مرحله ممكن اوصل ليها، ممكن بقى اتجاهل الشخص كانه مش موجود خالص. بشكل يعني هو نفسه هيتفاجئ انه ازاي انت كنت بتعملي كده في الاول وبعد كده فجاه اختفيتي. فانا بتجاهل لكن مش بعاتب بقى، لان بكون عديت كل مراحل العطاء الحقيقه.